السعودية أول دولة يزورها سلطان عمان هيثم بن طارق منذ توليه الحكم. توجه سلطان عمان إلى السعودية في أول زيارة خارجية له، تعكس العلاقات الوطيدة بين السلطنة والمملكة والتي تمتد لعقود طويلة. فقد امتدت مسيرة العلاقات السعودية العمانية منذ الدولة السعودية الأولى وحتى الوقت الحاضر، حيث تأسست تلك العلاقات على روابط الدين والقومية والجوار، إلى جانب المواقف السياسية والاقتصادية المتبادلة بين القيادتين، إضافة إلى أن الدولتين من مؤسسي مجلس التعاون الخليجي في عام 1981. ومنذ تسلم السلطان هيثم بن طارق مقاليد الحكم، والعلاقات السعودية العمانية تعيش انتعاشا ملحوظا وتنسيقا دبلوماسيا متزايدا على وقع زيارات قادة ومسؤولي البلدين بين الرياض ومسقط. وخلال الزيارة وقع المسؤولون في البلدين مذكرة تفاهم لتأسيس مجلس التنسيق السعودي العماني المشترك لتعزيز العلاقات الثنائية. يترقب السعوديون والعمانيون أيضا افتتاح أول منفذ بري بين المملكة والسلطنة، والذي تم شقه في واحدة من أصعب التضاريس في العالم، يختصر مسافة 800 كيلومتر كان يقطعها المسافرون في التنقل بين البلدين، ومن المقرر افتتاح المنفذ قبل نهاية العام الجاري. وسيعزز المنفذ البري العلاقات بين البلدين، خصوصا على الصعيد الاقتصادي الذي يشهد ازدهارا، فالسعودية تأتي في المرتبة الثانية في قائمة مستوردي الصادرات العمانية غير النفطية، وفي المرتبة الرابعة من حيث إعادة التصدير، وفي المركز الخامس في قائمة الدول التي تستورد منها السلطنة. وتأتي السعودية رابعا على مستوى العالم في استيراد الأسماك العمانية. أبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 10 مليارات ريال سعودي في 2020، مرتفعا بنحو الضعف منذ عام 2010. ويتوقع مراقبون أن يرتفع التبادل التجاري بين السلطنة والمملكة بعد افتتاح الطريق البري الرابط بين البلدين. هذه الزيارة يعول عليها الكثير فيما يتعلق بتأسيس انطلاقة جديدة في كل ما من شأنه تعزيز التعاون على الصعيد السياسي والتطلعات في الشأن الاقتصادي والتجاري والاستثماري. تلعب سلطنة عمان أيضا دورا سياسيا هاما لصنع السلام في المنطقة، وتقوم بدور إيجابي في اليمن بالتنسيق مع السعودية، حيث تتولى دور الوسيط لتقريب وجهات النظر بين أطراف النزاع لوقف إطلاق النار وبدء الحل السياسي، وهي الرؤية التي تؤيدها دول التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية. السعودية وسلطنة عمان يشكلان أعماقا استراتيجية لكليهما، فموقعهما الجغرافي يحتم عليهم التعاون الثنائي. الاحتفاء الكبير الذي حظي به سلطان عمان في السعودية يؤكد أن العلاقات بين السلطنة ودول الخليج في تقدم مستمر في ظل القيادة الجديدة لسلطنة عمان، التي تسعى لتعزيز علاقات بلادها مع دول المنطقة بشكل عام ودول مجلس التعاون الخليجي بشكل أخص. وتأتي دولة الإمارات العربية المتحدة في مرتبة متقدمة من حيث العلاقات السياسية والاقتصادية مع سلطنة عمان، حيث تعد السلطنة ثاني أهم شريك في التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات على مستوى دول مجلس التعاون. وقد وصل حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين خلال العقد الأخير 321 مليار درهم، حيث تضاعف التبادل التجاري بنسبة 500%. وكان من العوامل التي عززت هذا النمو المتزايد الموقع الجغرافي والحدود المشتركة والعلاقات المتميزة بين البلدين. إصلاحات كبيرة على المستوى الداخلي قام بها سلطان عمان منذ توليه مقاليد الحكم، واليوم يواصل تعزيز علاقات بلاده الخارجية مواصلا نهج السلطنة في تعزيز نهج حسن الجوار وتقوية أواصر الترابط بين سلطنة عمان ومحيطها العربي.